طب خليني اسالك استاذ جمال طبعا نفس سؤاله، او احنا كنا هنتكلم على الاهلي. يعني فكره ان مدير فني يبقى متواجد هيلعب الاهلي قبل ماتش مهم في بطوله افريقيا، وما يجي يصرح بفكره ان انا الاهلي طالع مهمه رسميه، لكن انا هلعب ماتش طبيعي في الدوري، لكن هحافظ على لعيبه الاهلي. هل ده بيبقى في شيء ممكن يكون غريب على الكوره من وجهه نظر طبعا حضراتكم؟ يعني شوف، هو الاخطر ان اللي بيقول كده نجوم كوره بيقدموا برامج، يعني اللي بيروج للحكايه للاسف. يعني ليه؟ لانه هو عايز يبقى ليه جماهيريه وحاجه كده. طب نركن دي ونقول هو محمد عبد الجليل ولا اي محمد عبد الجليل تاني عايز يفوت ماتش هيقول على الهوا؟ يعني هو الراجل ما عندوش اي ادراك يعني. ما كانش قال كده. يعني اعتقد هو يقصد انه ما يكونش في الملعب خشونه متعمده، خشونه زايده. ده وجهه نظري. لكن بقول بقى للي عايز يروج في الاتجاه الاخر، شفتوا بقى ده كلام غث زي ما بنقول كده. لكن الاهم من اللي عايز يعني يلعب لعبه ما يطلعش يعني يقول على الهواء كابتن فاروق برضه، يعني ما نضيعش فيها وقت كتير. هي كده. ثانيا عبد الجليل يعني ما راحش وقال التصريح ده معانا على فكره طبعا. ما يعني ما الراجل وائل نفسه مش هيقول حاجه. لا هو اكد، قال لك اتفضل بس عشان الناس ما تروحش لبعيد، انا بتكلم في فكره يعني انا حافظ على لعيبتي ولاعيبه مش كده لعيبه الاهلي. ليه؟ انما انت في الاخر ده الراجل ماشي من النادي الاهلي كمان يا استاذ جمال. قبل تعليق حضرتك يعني ما كانش يعني في الاخر اعتزل مباراه عظمى في النادي الاهلي، ده لعب زمالك كمان يعني. بالزبط. يعني الراجل لا هو وزي ما انت قلت يا استاذ عصام، هو لو ناوي يعمل حاجه مش هيطلع يتكلم في الموضوع اصلا. يعني ما احنا يعني لا يمكن مش كده، لا لا يمكن واحد هيطلع. انا شايف ان فيها حسن نيه، يعني اسمح لي اوصفها بكده، حسن نيه شديد. بس حسن النيه ما بقاش متوفر مع السوشيال ميديا. معلش يا استاذ، معلش يعني السوشيال ميديا دلوقتي حسن نيه مش فقط، هو للاسف الناس بتاخد الكلام ممكن يكون واضح جدا. واضح ويتاخد يروح لحته ثانيه ويتفرغ يعني من معناه الحقيقي. بالظبط. يعني انت بتاخد مني كلمه وبعدين تروح واخدها انت وعامل عليها تركيز على حته ثانيه خالص. لا بتركز عليها بس بمعنى اللي هو انت عايز تقول ان الراجل ده هيفوت. هو لو هيفوت هيقول ولا هيقول الكلمه دي اصلا يعني. باشمهندس فرج عامل كان معايا امبارح، كل احترام طبعا للانديه كلها، بس هو قال كلمه ما برضه ما اتاخدتش يعني. ايوه قال لك هو في حد هيكسب الاهلي رايح جاي؟ هي الكوره ممكن تعملها طبعا تعملها، لكن بص يعني ما حدش ما تبقى عايز انت تركز على حاجه عشان الماتش ده خلص. بالظبط. لا هي الفكره يعني فكره بمنتهى البساطه ان الموضوع ما ياخدش وقت طويل. ليه؟ لانه انا لا اتخيل ان محمد عبد الجليل هذا الرجل المحترم هيكون ده في دماغه. لسه ماسك الفريق وعايز يكسب لسه عشان يثبت نفسه. كابتن بكري سليم برضه في مداخله معاك رادد على ده بمنتهى الوضوح، ان هو لو الزمالك هو اللي بيلعب برضه ايه المانع ان انت تقول يعني انت بتطالب لعيبتك ان هم ما يبقوش قاسين. ده مش معناه ان هم ما يلعبوش. بتكلم على الخشونه يا جماعه. خشونة. الاصابه. بعدين هو العمليه بقت حساسه لدرجه ان انت اصلا لو ما كانش قالك خلي بالي من لعيبه الاهلي كان سيهاجم لانه لا يعرف انها مهمه وطنيه، مع ان الوطنيه هي المنتخب لا الزمالك ولا الاهلي. معايا انا معايا انت اللي وردت يعني. لا والله خالص. انا قلت له بالظبط، قلت له على فكره كابتن الاهلي رايح بعد مباراتك هيروح على هيسافر ف يعني الماتش هيبقى عامل ازاي والدنيا. فالراجل قال لي انا اهم حاجه ان اخلي يعني احنا نلعب ماتش قوي ولكن اخاف على لا. وبرضه اللي يعرف اللي يسمع محمد عبد الجليل وهو بيتكلم في اي موضوع انا بقولها لك بقى انا بسمعه في حاجات كتير بيتكلم بمنتهى البساطه. صفاء النيه طبعا بمنتهى البساطه. هو ما عندوش كلاكيع. ما انا مستغرب عشان كده، لكنه لعيب كره ذكي يعي ما يقول. ولو فعلا اي حد عايز يقول كده كان هو يعني يقولها ليه يعني. صحيح. يعني يقولها ليه ما كانش ولعب اهلي وزمالك زي ما انت قلت يا عصام. يعني هو لعب اهلي وزمالك يعني. ما طيب الاهلي عنده ماتشين مولين وسموحه ومخاصه. ناس سموحه خلاص خلص. بالظبط كده. ف يعني ماتشين صعبين يعني.